يو السلام عليكم زول جيمر معاكم وذا انذر فيديو. اليوم يا اخواننا حخش لكم اللعبه اللي بتجيب لي ضغط. في لعبتين يا اخواننا قاعد يجيب لي ضغط اللي هم فورتنايت وببجي. فاليوم حنلعب فورتنايت يا اخواننا. انا توتال الايام اللي انا لعبتها في اللعبه فورتنايت هي 7 ايام. انا لي في اللعبه دي 7 ايام اونلي. ان شاء الله انا شوفوني من اول يوم لحد هسي شوفوني تحسنت ولا ما تحسنت. ما تنسوا تدوني لايك وخش في الجيم. زي ما شايفين في ناس نزلوا اوريدي نديرك اليوم. الله يستر. او دايم اخوانا ما لاقي اسلحه. ما عندي اسلحه انا وين جيم ده ما محسوب. انا خلينا عندنا رول دائما يا اخوان. الجيم اللي هو ما محسوب. انا مشكلتي بليفل اب. انا ما مفروض ليفل اب. ليفل اب دي ما دايره. انا بعد في نفسي عمرتي يا اخي. تنازل معي مالك. قتلت واحد لكن قتلني اثنين في حته واحده. كيف يعني اثنين في حته واحده؟ لكن الله عصروني عصر. يعني جيم ما محسوب. ما ممكن يعصروك اثنين يعني في الدار. اذا ما معانا يا زول. كل الناس منشين العمر الطويل هذيك ليه؟ شيت هيل نو. واي Hell no. اخوانا الناس دي ما بموتوا لي. قاعد يموتوا. يا اخوانا اهم حاجه لازم نركز. ركزوا وخلونا نركز وانا حكون في صمت. الصمت هو الذي يحل المشكله. راح جاري لازم تعصره قبل ما فكر انه يعمل حركة. شنو قعدت المويدي شوية عشان شنو تجينا الطاقة. كيف يا اخوانا يا اخي كيف يا اقسم بالله العظيم ما ممكن اعديل يا اخي اللعب ده. انا عندي مشكله في الايمنج. نظبط السنسيتيفيتي. شكله من السنسيتيفيتي. اجل هنا يا اخوانا راح كده سلكنا قتلنا نفرين ثلاثه هكذا لحد لو لعبت ثاني قبل قدام حكون التوب كده. بالمناسبه عشان اوريكم انه دائما بتحصل لنا اغلاط عويره نحن لما نصور. انا صورت الفيديو كامل. تخيل الفيديو كله انا صورته لكن للاسف الشديد لقيت الصوت ما مسجل. يعني بتسمعوني لكن في شخشخه. لا تقريبا كده السنسيتيفيتي اصبحت بيتر. عشان اوريكم انه السنسيتيفيتي اصبحت افضل. شغل الجيم ده احنا حنشيله ولا ما حنشيله ولا حيحصل شنو بالضبط. يلا اسلحه. واحد قاعد في نفس البيت. راح احكم له يا موتنا يا فوتنا.
مين سوف نفوز؟ رايكم شنو عليهم؟ قلت لكم الشغلة كلها سنسيتيفيتي يعني، أنا بعد خلاص حنفوز حنفوز. 12 seconds later. والله العظيم من كل ذنب عظيم السخف. ديل الناس اللي بيسبند موني. ديل الناس اللي بيدفعوا فلوس عشان يشتروا سكين. ديل أصلاً مدد بدل إنك تقول بجد. أصلاً الناس تافهين. الجيم ده يا إخوانا أنا حشيله. والله ينزل لي ناس كتار كثرة. يلا سلاح اصل كره حله الناس دي اترو يا دبل لا ماري كنت دبل بايجا اخوانا انا 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 شاك في النت الحاجه دي من النت يعني انا ممكن انشي زور 5 مرات وما اقتله الحاجه دي من النت النت ده قاعد يقطع انا حقول حشيل الجيم ده كان رح نلعب زي النص لانه قنعتان اخوانا الله في عنصرية في الشغلة دي يعني ليه طلقوا بتقتلني وانا طلقي ما بتقتلوا اذا قلتني فقط انتبرا بايجينا قرر انت مثل انت لابيدرة دي جيبيونة دي فارو ايقوانو انت ريتور عند ببي الجيم ده يا اخوانا انا حشيله ايه قلتني انا قلنا بايجينا يا الله يطلع بنت بايجينا ده اخر جيم يا اخوانا يا افوز يا اخسر شايفين النت فوق يا اخوان عامل علامه الواي فاي عشان اوريكم انه انا يعني ما مني تونا شوف الجيم ده اخر جيم يا اخوان ده اخر جيم تضرب منو انت ارجوك لا السلام عليكم يعطيكم العافية مع السلامة